السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده الجزء الثاني من البطانة المهاجرة، بس المرة دي البطانة اللي من الدرجة الرابعة. الفيديو اللي فات هحطه لكم في اللينك، كان عن البطانة المهاجرة بشكل عام والأعراض وتجربتي أنا معاها، بس أنا كانت تجربتي من الدرجة الرابعة. اللي انتم شايفينه في الصورة دي أكياس شوكولاتة، وبيقول عليها مجازا كده في الطب، يعني فيها ده بطانة مهاجرة. اللي عايز بالتفصيل هيشوف الفيديو اللي فات. البطانة المهاجرة بقى ديت بتسبب مشاكل كتيرة جدا، وهي كمان انواع كتير قوي البطانه المهاجره، وبس الشائع فيها بتكون في منطقه الحوض. اسبابها وانواعها وكيفيه العلاج منها هتلاقوها في الفيديو اللي فات. الفيديو النهارده هيكون كلامي عن الدرجه الرابعه من البطانه المهاجره. الحل بتاعها بيكون شقين او ثلاثه. الثلاثه، الشق الاول ان لو حد عايز يخلف، وده اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات، وسنه صغير ولسه عايز يخلف. الشق التاني حد سنه كبير وخلاص قرب الطمس ينقطع عنه. الاتنين دولت ما بيعملوش عملية شيل للرحم. الاتنين دول سن صغير ولسه محتاج يخلف، او حد كبير وخلاص قرب انقطاع الطمس عنده، ما بيشيلوش غالبا الرحم. بيكون لا اما علاج عمليه موضعيه بالمنظار لشيل البطانه لو هي مسببه مشاكل او التصاقات، زي ما هتشوفوا في الفيديو هقول لكم ايه اللي كانت مسببه عندي تاني، او ان هم الشقين دول، او هي منع الحمل. فالاتنين دول مش هيشيلوا الرحم، الاتنين دول هيبقوا في علاج موضعي لو ست كبيرة، او تكون علاج هرموني او تدخل موضعي لو حاصل مشاكل والتصاقات وكده، او هي عايزة تخلف فهو عامل منع للحمل. انا كان عندي من الدرجة الرابعة، لكن ما كانش في مكان عائق للحمل، وحصل حمل بالفعل اثناء البطانة المهاجرة، وكنتش اعرف انها موجودة يعني. بس الدكتور قال لي اللي عندك ده بقاله 7 سنين، وانا كنت فعلا بعاني بقالي 7 سنين. فاللي عنده اي عرض من الاعراض اللي قدامكم ديت يروح يشوف الفيديو اللي فات، ويروح لطبيبه فورا فورا، ما فيش تاخر. كل ما كنت متاخره كل ما كان العلاج اصعب. العلاج في الاول بيكون ممكن بعلاج هرموني، ممكن بعلاج بيعمل سيوله. العلاج الهرموني خاصه لو واحده مش عايزه تحمل، حد سنه كبير، او واحده مش هتحمل، مش عايزه تحمل، لكن هي من الدرجه الاولى او الثانيه، مش ممكن حسب ما الدكتور يقرر نسبه الالام قد ايه. هل هي مش عامله، هي موجوده مش عامله الام، يبقى انا هوقف الحيض وهعمل انقطاع ليه علشان ما يظهرش تاني بطانه مهاجره، او لو هي عامله الام هشيل الالام دي بالمنظار او حتى بجراحه، لكن بدون شيل الرحم خالص. ده الدرجة الاولى بيكون مجرد علاج بس، والدرجة التانية كذلك علاج او علاج هرموني بقطع الطمس، او بتدخل جراحي لو في الام لغاية الدرجة التالتة من غير ما يكون في شيل للرحم. في ناس بيحصل لها زي ما انتوا شايفين كده هبوط للرحم والتصاقات. انا اللي كان عندي الالتصاقات، انتوا شايفين شكل المثانه وفين شكل المستقيم، كان عندي التصاقات ما بين الرحم، ما كانش فيه هبوط كده، لكن كان احساس التقل موجود. هو المفروض مكانه فوق، كان شويه نازل لتحت وضاغط على تحت. المثانه مع الرحم مع جدار مع المستقيم كان في التصاقات. فكانت العمليه بتاعتي 3 عمليات مع بعض. السن لسه صغير، لسه الطمس قدامي 10 15 سنة، فلازم حل. العلاج الهرموني مش هينفع لان الحالة متأخرة، ولازم تدخل جراحي. حتى بعد ما الدكتور قال لي منظار واكد لي على انه هيبقى منظار، ودلوقتي بقى في تقدم كبير جدا في شيل الرحم او في فك الالتصاقات او في البطانة المهاجرة. فكان عندي 3 عمليات، البطانة المهاجرة، فك الالتصاقات، شيل الرحم. وده كان القرار الاخير للدكتور، وهو كان سايب لي الاختيار، بس يعني ده كان خلاص. طالما انا مش عايزة اولاد تاني، الحمد لله عندي اولاد وربنا رزقني والحمد لله ربنا يحفظهم،
فخلاص يعني كان رأي الدكتور مفيش داعي نحتفظ بحاجة هي هتسبب لك طول الوقت يحصل بطانة مهاجرة. طالما حصلت مرة مش معنى ان انا حصل تدخل بالمنظار وشلتها ان هي مش هتحصل تاني، لا هي عملية متكررة. وده شكل كده الاستئصال وانواعه، في عندي نوع جزئي، في كلي، في جذري. دي انواع شيل الرحم. الرحم اللي هو الجزء النبيتي اللي هو متشاور عليه تحت على الشمال، هو دوت سبب الرئيسي للبطانة المهاجرة. طول ما في حيض ودورة شهرية بتيجي هيبقى في احتمالية بطانة تتسبب جديدة كبيرة. طب لو انا عندي البطانة دي موجودة اصلا هتفضل، لو اخدت العلاج هي مش بتروح، بس انا باخد العلاج علشان ما يحصلش تاني بطانة مهاجرة. لو درجة اولى ينفع علاج، درجة تانية كمان ممكن علاج وتدخل بمنظار، لكن الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة بيبقى لازم في تدخل جراحي، ممكن يبقى بمنظار في حالات ما يكونش فيها التصاقات. لكن اللي بيسبب الالام الموضعية الشديدة اللي كانت عندي وكانت بعيدة كل البعد عن الجهاز التناسلي بالنسبة للشكوى، لإما ظهر أو شرج أو قولون، فدوت بيخلي إن خلاص القرار بالشيل. طيب الشيل بقى ده أنواع، تلات أنواع، كلي جزئي جذري. طيب ليه كلي وليه جزئي وليه جذري؟ الحالات اللي عندهم تاريخ مرضي للسرطانات بيبقى افضل لهم استئصال كلي، الكلي اللي بالعلامه الاورنج، الجذري اللي بالعلامه الاحمر، اللي بالعلامه البينك اللي هو الرحم اللي هو زي الكاس ده كده، هو ده الجزئي. طيب القرار مين ياخده وازاي ياخده وامتى والسن وكده، لو السن كبير ولازم شيل رحم الدكتور بيشيله كله خلاص، فضل سنتين ثلاثة تنقطع الدورة الشهرية، فما فيش حاجة ان احنا نكون في حاجة لوجود المبيضين، يبقى خلاص هشيل كمان المبيضين وهشيل قناة فالوب ومش محتاجين اكتر، مش محتاجين خالص ليهم. طيب لو السن اصغر ليه الجأ للجزئي او الكلي او الجذر؟ لو سن اصغر احنا محتاجين المبيض خلاص، هو الرحم لشيل البيبي الجنين بس، شيل الجنين بس دي مهمته، والدورة الشهرية. المبايض يفضلوا موجودين، وعنق الرحم ليه؟ لان هما سبب من اسباب صحة المرأة، الصحة لعظمها ولشعرها. في حاجه في كده هرمون معين المبايض وعنق الرحم والرحم كمان ككل، مجازا بيطلق عليه كله الرحم، الجهاز التناسلي كله ليه علاقه بالجلد والشعر، ويعني افراز هرمونات معينه الدكتور كان شرحها لي ليها علاقه بالجلد والشعر. لو اتشالوا لازم الست تاخد هرمونات تعويضيه، وفي ناس للاسف بيبقى لازم يشيل فيها لو في تاريخ مرضي او في اكياس على عنق على المبايض او في ورم ليفي او في اكياس داخليه في الرحم، كل الحاجات دي. طب امتى الدكتور يقرر شيل المبايض او الاحتفاظ بيها؟ ده ما بيتمش غير في العمليه. الدكتور في العمليه هو بيقول انا مش هشيل المبايض الا لو لقيت شكلهم يوحي بانهم لازم يتشالوا. فاللي حصل معايا اني الحمد لله المبايض كانت تمام، وعنق الرحم مفيش اي مشكلة، الدكتور ما شكش في اي حاجة، واخد عينة من الرحم وحللناه، والحمد لله العينة كانت نيجاتيف، فالحمد لله احتفظت وكان بالشيل الجزئي علشان هو ده سبب تراكم بعد كده للبطانة المهاجرة. هو كان الدكتور خيرني لإما تعملي الالصاقات والبطانة بس، أو تعملي الالصاقات والبطانة وشيل الرحم، والفرق حتى في ماديا مش فارق كتير، لأن العملية الأصلية والكبيرة فيهم هي الالصاقات وشيل الرحم. الالصاقات من الحاجات الخطيرة جدا الناس بتتهاون فيها، يعني انتم متخيلين الجزء اللي لونه احمر ده المفروض يكون في الجزء الاسود اللي فوق المتنقط باسود دوت يكون موجود فوق، فلما يحصل التصاق بين
المستقيم اللي على اليمين ومعاه والمهبل والجزء اللي فوق ده، فتخيلوا الآلام بتكون عاملة ازاي. كمان بيبقى في التصاقات في الجرح نفسه من الولادات المتكررة قيصري، بيكون في كمان التصاق في الجرح. فالحاجات دي كلها مع بعض بتعمل آلام شديدة جدا، مع هبوط طبعا، هو الهبوط ما بيبقاش بالشكل ده، لكن بيبقى فيه هبوط بسيط للرحم. فكل الحاجات دي بتبقى مأساة في الحمام، مأساة في القعدة، في ما تقدرش تقعد على كرسي، مأساة في حاجات كتير في حياتها اليومية، ما تقدرش تقف. مجرد هي واقفة هي كويسة، أول ما بتقعد بتحس أكن في شنيور في ظهرها، الآلام شديدة. فالالتصاقات تعتبر أكبر عملية في ال3 عمليات دول، والدكتور قال لي احتمال نحتاج جراح، وبالفعل جاب جراح، لأن بعض الالتصاقات لما بيكون في التصاق عملته البطانة بين الرحم وبين المستقيم، بيكون لازم جراح يكون هو متخصص في الجزء ده. لكن لو ده الجزئي، طب لو حد عنده بقى مشاكل في المبيض، ضمور فيها، او عنده مشكلة في بعض الاورام لا قدر الله او كده، لا بيكون ساعتها الشيء لازم كلي. طيب ما بعد العملية؟ الحقيقة الدكتور قال لي ان هي عملية زي عملية القيصري، ما كان قايل ان هي هتبقى منظار وهيبقى جزء صغير، يعني اقل من سنتي ملي، 10 ملي، 5 ملي في دخول المنظار، وخلاص، وتاني يوم تنزلي وتتحركي وحاجات كتير قوي. قبل العملية بيوم الدكتور قال لي لا، هي مش هتنفع تكون منظار، هي لازم جراحة ومحتاجين جراح، لان الالصاقات شديدة. والرنين اللي شافه بعد ما الجراح شاف الرنين قال لا، الافضل يكون جراحة، علشان انا اكون شايف قدامي انا بعمل ايه، غير باخد فايدة المنظار، بيكون لي فايدة انه بيكبر لي الجزء دوت وبيخليني متمكن اكتر، لكن الجراحة التقليدية بتكون ليها مميزات تانية في الحالة اللي انا كنت فيها، لاني ممكن ادخل منظار و 90% ألجأ للجراحة تاني، فيبقى جراحة من الأول. فالجراحة هو فتح جراحي كبير زيه زي القيصري، بس هو مش آلام القيصري خالص، هي الآلام أصعب من القيصري. عشان يعني أنا يمكن اللي صدمني بعد العملية إن مش هي دي يا جماعة الآلام اللي أنا كنت بحسها في القيصري. أنا ممكن أول يوم بتمشى لوحدي من القيصري، تاني يوم ممكن أقضي حاجتي وأروح لوحدي الحمام، ما بحتاجش حد يسندني. تالت ورابع يوم انا بشطف وبغير وبعمل كل حاجه لوحدي، يعني من خامس سادس يوم ابدا اراعي البيبي. فلا، ما كانش خالص موجود العمليه دي، لا اصعب من القيصري. ويعني يا ريت الدكتور كان قال لي قبلها، يعني هو كان قال لي كده عشان يسهل الموضوع، لكن الموضوع كان اصعب. في ناس بتاخد نسبه مسكنات قويه، وفي بتتعلق مسكنات وريدي عن طريق الوريد. هو الدكتور ما حطهاش ليا، لان هي بتكون حسب الوزن، انا وزني مش كبير للدرجه اللي تخلي ان جسمي يتحمل المسكن الكبير. بس لو حد جسمه فوق 80 90 يقدر يحط المسكن الوريدي، لو ويقدر يروح بيه في البيت. لكن لو حد وزنه اقل من كده هيبقى محتاج يكون في رعايه في المستشفى، على الاقل مع المسكن. اخدت نسبه مسكنات كتيره جدا جدا في المستشفى، ولاول مره، انا والده قبل كده 4 مرات قيصري، لاول مره اطلب مسكن من المستشفى. عمري ما كنت بطلب مسكن، وكنت بكتفي باللي هما بيحطوه لي وخلاص، ما كنتش بطلب مسكن خالص. لاول مره انا اطلب مسكن، وكل شويه كنت بطلب مسكن الحياه. والدكتور يعني خدت كميه مسكنات رهيبه، لدرجه قال لهم مش هنقدر، هتعمل رد فعل عكسي. وده بالفعل اللي حصل، اني ترجيع شديد جدا من المسكنات اللي انا اخدتها. وعشان كده هو قال لي انا ما بقدرش ادي مسكنات كتير، لاني ليها رد فعل. المسكنات بتكون محدوده بحجم الجسم. اول يوم كان بالنسبه لي صعب، يعني العملية مثلا حصلت الصبح، لا اليوم ده كان صعب جدا، بالليلة كمان كان صعب، يعني كان أصعب 24 ساعة. أول 24 ساعة دول كانوا أصعب 24 ساعة. بعد كده كل ما بتتحركي في ألم، لكن كل ما بتتحركي
بتحسي كل يوم احسن من اليوم اللي قبله، بالفعل يعني كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. محتاج ايه بقى في العملية دي؟ محتاج اكل كتير جدا جدا جدا، بروتين فقط. فهي نفسيا حاجة يعني بتتعب شوية، وفي نفس الوقت محتاج يكون مفيش امساك نهائيا نهائيا، محتاج يبقى فيه اسهال طول الوقت عشان الالم مش هينفع، خصوصا ان انا العملية الاصعب هي الالتصاق. لو حد هيشيل الرحم بس شيل الرحم زيه زي القيصري فعلا، لكن التصاقات وخياطات كتير وفتح كتير وحاجات كده لا، الموضوع صعب. فهو اول 24 ساعة كانوا صعبين، والافضل يكونوا في مستشفى، يعني مش ان هو 12 ساعة وخروج، لا هو حتى الدكتور صامم ان ما فيش خروج غير بعد مرور 24 ساعة كاملين. ولو في امكانية او في تأمين صحي او كده يبقى الافضل يومين ثلاثة في المستشفى، لانها عملية كبيرة ومحتاجة مسكنات. في البيت انا ما خدتش غير، يمكن انا اللي مش عايزة الحقيقة، كنت بتحمل الالم، انا كنت بتحمل الالم كتير. فيعني حتى الدكتور كان دايما يقول لي مش هيبقى اصعب من اللي انت كنت فيه قبل العملية، وبالفعل يعني خدت مرة او مرتين يعني في البيت مسكنات حقن شديدة، مرة او يعني ومرة أو مرتين لبوس مسكن بس، لكن باقي الوقت هو طبعا في مسكنات وفي مضادات حيوية وفي حقن مضاد حيوي. والأفضل تطلعي بالكالون علشان الحقن صعبة، وفي كليكسان علشان ما يحصلش لا قدر الله تجلط. دي من احتياطي العملية، بس الأفضل مشي 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 مشي، ده أفضل حاجة. مشي صعب مش سهل، بيبقى فيه صعوبة في الأول، لكن على قد ما تقدري تمشي، لأن هو فعلا المشي هو بداية الشفاء بإذن الله. بعد كده يعني هو الفك الغرز، هو ما فيش فك غرز، هي سلك بيتشال، وفي بيبقى متركب شبكة، بيبقى فيه سلك للشبكة. كان مفروض بعد 10 أيام بدون غيار. في ناس بيحصل لها مضاعفات ما بعد العملية، ان حوالين اللزق بتاعها يكون عندها حساسية من لزق الجرح، وانا للأسف عندي كل الأعراض الجانبية لكل حاجة، فيعني كنت في حالة صعبة من المناعة، لان هو سبب من اسبابها برضو البطانة المهاجرة من اسبابها ضعف المناعة. انا كان عندي كل حاجة، فكان الجرح عمل اللزق، عمل زي حروق زي الحرق، فكنت بعالج دوت. طبعا اضطريت اشيل اللزق قبل ميعاده ب3 ايام، بس عايزه اقول لكم ان بعد شيل اللزق بالسلك اللي هيتشال ده، هو مش فك هو سحب كده، مش عايزه اقول لكم اكن الانسان كانت روحه مربوطه وفكت، اكنه كانت روحه بتروح ورجعت، الوضع مختلف. الحمد لله يا رب، ربنا مكتب على اي حد، واي حد يتحط في الموقف ده ربنا ييسر له امره وييسر له كل شيء وما يحسش بالالم دي بعدها. يعني ده كان انا شلت سادس يوم عشان الجلد عندي فيه حساسية وعمل حساسية من اللزق فحصل حروق. فبعد 6 ايام، لا رغم ان الالم الحرق كان رهيب، بس ما يجيش حاجة طبعا جنب العملية، بتحط كريمات وحاجات موضوعية ظبطت الدنيا، لكن مجرد الشيل يعني الحرق اللي مكان اللزق ده، ولا واحد عالمية حتى من البلاستر والحاجات اللي كانت موجودة دي يعني. فبعد ما طلعت من العيادة، حتى ما كانش الدكتور، كان الدكتور مسافر، كانت الدكتورة المساعدة لي. بعد ما طلعت من العيادة لا، حاسة اني بقيت عادي وبقيت قادرة امشي، بس اللي مضاعفات ما بعد العملية من ضمنها ان الانسان بيبقى حاسس بعدم اتزان، وانه مش ماشي، مش قادر يدوس كويس، انه حاسس ان رجله هتخونه، رجله بتلف، رغم اني كنت بمشي في البيت كتير، لكن طلوع الشارع مجرد انك تنزلي من العربية بس لعيادة الدكتور وترجعي للعربية دي يعني معاناة. فكان الافضل يعني، حتى الدكتورة يوميا قالت لي انا عايزك تمشي في الشارع وتخرجي، مش مجرد ماشي في البيت، لا اخرجي بقى عادي في البيت. يا دكتورة انا حاسة بتعبانة، حاسة بهبوط، حاسة، لا قالت لي لازم تخرجي. فكان اهم حاجة المشي، ولو قدرتي تخرجي وتمشي في الشارع هيكون افضل، لان احنا في الشارع بنبقى مكسوفين شوية، فبنضطر ان احنا نمشي طبيعي، ودوت الافضل، ان الانسان بيكون محتاج يمشي طبيعي. الاكل اللي بعد العملية اول اسبوع لازم يكون بروتين عالي جدا.
البروتين دوت لازم يكون أرانب. الدكتور شدد جدا جدا على الأرانب، قال أنا عايز حتى لو قدرت فطار وغدا وعشاء وكل يوم أرانب، لأن هي بتشد الأنسجة وبتساعد على التئام الجروح الداخلية، خاصة لو حد بيغيب شوية، جرحه بيغيب شوية الداخلي أو عنده ضعف مناعة. أنا كان عندي ضعف مناعة لدرجة كان ظاهر في إيدي، وكان يعني عملت عملية قبل العملية دي، عملت عملية تانية في صوابعي بسبب ضعف المناعة. فالتغذية قبل العملية وبعد العملية مهمة، وقبل العملية زي بعد العملية، فاكهة كتير، بس اللي أكتر من ده البروتين. البروتين أهم شيء، بيض، زبادي، جبنة قريش، كل دوت من غير عيش ومن غير رز، على قد ما تقدروا ما تاخدوش لا عيش ولا رز، بروتين فقط. علشان مش علشان ان الجسم ما يتخنش او حاجة، لا، هو علشان بس تاكلي كمية بروتين كبيرة ونفسك ما تتسدش بالاكل التاني، وتحاولوا على قد ما تقدروا مية مية وبروتين علشان الامساك. والجليسرين خدي كميات منها في الاول كتير لو حد لجأ لا قدر الله للعملية، علشان ما يحصلش امساك. الامساك مع العملية صعب. هي كان من ضمن الاعراض ما بعد العملية ان اثناء الحمام كان في صعوبة، بس ده كله مش علشان شيل الرحم، عشان الالتصاقات، سواء التبرز او التبول، ده بسبب الالتصاقات. ودي كانت تجربتي مع عملية شيل الجزئي للرحم والبطانة المهاجرة والالصاقات. انا كان في يعني في الحوض كله كان في بطانة مهاجرة على اجزاء كتير، فكمان هي اتشالت. اتمنى اي حد عنده حاجة عرض من الاعراض اللي موجودة او داخل على عملية وقرر خلاص العملية، قبل العملية خدي رأي أكتر من دكتور. كمان قبل ما تاخدي قرار العملية لازم تكوني متأكدة ان انت مش عايزة اولاد تاني، وجوزك مقتنع بالفكرة دي، ده اهم شيء. يعني انا ما كنتش مقتنعة الحقيقة، لان برضو الشيل ده جزء من جسم الانسان، فشيله صعب لأي ست. لكن جوزي اللي كان مشجعني يقول عشان تنتهي عندك الآلام، الدكتور كمان هو كان مشجعني، علشان بان بعد العملية الالصاقات والبطانة خلاص الاعراض مش موجودة. لكن بنسبة كام؟ بنسبة بإذن الله بنسبة 100%، لو شلنا الرحم مش هترجع بطانة تاني خلاص. لو البطانة فضلت موجودة في نسبة من 60 ل 70% رجوعها، حتى لو المريضة بتاخد هرمونات اللي هو العلاج الهرموني. يعني لو شالت فكت الالصاقات وشالت البطانة لكن احتفظت بالرحم، ف 70% رجوعها، وبعد فترة اقصاها سنة سنة ونص، يعني ممكن بعد شهور تلاقي نفسها ظهر تاني. البطانة ممكن تظهر في اماكن كتير، لدرجة ان في ناس بقى عندها بطانة في القلب، بيطلقوا عليها مجازا انها بطانة مهاجرة في القلب، بطانة مهاجرة في المخ، ودي كانت حاجة غريبة جدا، بطانة مهاجرة في الرئة. فالقرار مش صعب زي ما احنا متخيلين. يعني انا نفسيا بعدها، ما يعني نفسيا الحمد لله، كان ان انا كل يوم بتحسن، وان الالام اللي قبل العملية ما بقتش موجودة بنسبة 60% من بعد العملية مباشرة، انا مش حاسة ب 60% من الالام، وان هي راحت بعد كده لما الجرح بدأ يتحسن وابقى امشي عادي. فدوت كان بالنسبة لي مرضي جدا جدا، والحمد لله بنسبة كبيرة جدا، 90% الالام راحت. الالام اللي موجودة عندي دلوقتي من العملية نفسها، وانا بتابع، ما زلت بتابع مع الدكتور، ولازم تتابع مع الدكتور. في الاول بيبقى بعد شهر، بعد كده فترة أقرأ. ونصيحتي لأي حد داخل على إجراء العملية إنه ما يستعجلش على نفسه، يمشي لكن ما يعملش مجهود. وأنا للأسف عملت مجهود، وللأسف شلت حاجات تقيلة، مع إن هي دي من محظورات العملية، ممنوع شيل تقيل، أقصى حاجة 5 كيلو في الإيد، أكتر من كده ما ينفعش تشيلي حاجة تقيلة. لكن انا يعني لما اتبسطت كده ولقيت نفسي بقيت كويسة، وانا ما بحبش حد يساعدني، فكان النتيجة اني تعبت تاني. لما رحت للدكتور حصل لي التصاق
من نوع اخر التصاق في الجرح. الحمد لله الحمد لله راضيه، بس ده كان نتيجه اني انا شلت تقيل واجهدت نفسي بعد العمليه. المفروض على الاقل حاجه 6 شهور تكون خلاص فترة النقاهة اللي بعد العملية بقت تمام، ومن أول شهرين الست تقدر تمشي وتتحرك وكل حاجة. لكن المجهود اللي بعد لقيتي نفسك 3 4 أسابيع والدنيا كويسة ولقيتي تعملي مجهود، لا شيل سجاد والكلام ده لا، يعني الحاجات دي من المحظورات وتجربتي أنا معاها كده. يمكن انا عشان فرحت بنفسي ان انا بقيت كويسة، وكان بقالي فترة طويلة ما بعملش حاجة في البيت، خاصة اخر 4 أو 5 شهور كانوا صعبين عليا، كانت اختي هي اللي بتيجي تعمل لي اغلب الحاجات، ففرحت بنفسي شوية عملت مجهود، وده خطأ. الافضل ان احنا نستنى 6 شهور وما نشيلش حاجات تقيلة. اهم حاجة اللي بيشيل شيل جزئي، مش بيحصل زيادة في الوزن، بس الامساك بيزيد مع شيل الجزء برضو. الامساك بيزيد، فنخلي بالنا من الحاجات دي. لو حد شال الشيل كلي واضطر ان هو ياخد هرمونات تعويضية، لازم يتابع مع دكتور تغذية وجيم ضروري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وعرفتم بعض المعلومات من التجربة اللي انا مريت بيها، وربنا ان شاء الله ما يكتبهاش على اي حد. حطولي لايك وشيروا الفيديو دوت مع اي حد انتو داخل على شيل الرحم او عنده بطانة مهاجرة ممكن يستفاد بالمعلومات اللي فيه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.